تزعل. أنا مو صاحبنا. السلام عليكم، كيف حالك؟ إيش أخبارك؟ هنا على أنت بالنسبة لل أكون العم ربيع مصر اللي كان يحمل لديه تنتين ويرمع الشاحنات المتوجهة للشعب الفلسطيني. إحنا بدنا نوصل رسالة للعم ربيع إنه البرتقال بتاعك وصل للشعب الفلسطيني، ومشاعرك واللي في قلبك وصل للشعب الفلسطيني، وإحنا محتاجين المشاعر كمان تصل للمية وعشرة مليون مصري يكونوا يحملوا نفس مشاعر العم ربيع وبقية المسلمين في العالم لأكثر من مليار مسلم، عايزين يحملوا هذه المشاعر وهذا القلب، لأنه إحنا في الحقيقة عارفين أنه أنتم ما تقدروا تصلوا لنا، ولكن في سلاح، سلاح قوي وهو الدعاء. محتاجين منكم الدعاء فقط، وإحنا واثقين بالله سبحانه وتعالى أن النصر من عند الله سبحانه وتعالى والنصر قادم. فإحنا حين نوزع برتقال العم ربيع على الناس.